بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم أينما كنتم وتواجدتم. أحبتي الكرام، يطيب لي أن ألتقي مع حضراتكم في هذه الحلقة المباركة من حلقات الدروس الرمضانية التي تقدمها زاوية سيدي أحمد بن سيمان بتغزوت عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فموضوع حلقتنا هذه هو سلوك الصائم في رمضان، أي ما ينبغي أن يكون عليه الصائم في رمضان. رمضان شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة. أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا الصيام لامتحان قدرتنا على مجرد الصبر على الطعام والشراب فحسب، فالإنسان يستطيع أن يقاوم الجوع والعطش لأكثر من يوم. ليست هذه هي الغاية المرجوة من الصيام، وإنما شرع الصيام لتهذيب أخلاقنا وتطهير قلوبنا وتزكية أنفسنا وإعدادها وتهيئتها للسير على الصراط المستقيم علما وعملا وسلوكا وحالا ومقالا. ومن أعظم السلوكات التي ينبغي للمسلم الصائم أن يتحلى بها في هذا الشهر المبارك الفضيل ما يلي: أولا، التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء الصالح في تضرع وخشوع نابعين من قلب منكسر ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثانيا، إخلاص النية لله تعالى، وذلك أن يتحلى الصائم بسلوك الإخلاص في القول والعمل بعيدا عن السمعة والرياء، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، وذلك مصداقا لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى المسلم العاقل أن يجاهد نفسه ليحملها على الإخلاص في السر والعلن. ثم الصدق، وهو من أجل الأخلاق التي وصى الله بها عباده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فعلى المسلم أن يكون صادقا مع الله، صادقا مع عباد الله في السلوك والمعاملات، وكما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم من السلوكات أو من سلوكات التي يجب أن يتخلق بها الصائم المسلم: الأمانة، خلق الأمانة، وهو ما يجب أن يتحلى به الصائم. هذا الخلق العظيم الذي أمر الله به في القرآن العظيم ونوه به في أكثر من آية، من ذلك كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة أيها الإخوة الأكارم لها مفهوم واسع في الإسلام، أعظمها عبادة الله عز وجل. فعلى المسلم العاقل أن يقوم بالأمانة بمفهومها الشامل، سواء تعلق الأمر بعبادة الله أو تعلق الأمر بمصالح العباد. أيها الأحبة في الله،
من السلوكات التي يجب أن يتحلى بها الصائم في رمضان هي حفظ الجوارح. حفظ الجوارح من الوقوع فيما يكون سببا في نقصان عبادة الصيام الجليلة. فحفظ الجوارح ومراقبتها من أساسيات سلوك المسلم الصائم، من أساسيات في رمضان وفي غير رمضان. عليه أن يحفظ بصره من الوقوع في الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم عليه أن يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة وقول الزور، وأن يشغل لسانه بقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى حتى يكون لسانه رطب. ثم كذلك الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى الفقراء ومساعدة الضعفاء واليتامى والمعوزين والمحتاجين، وخصوصا في هذه السنوات التي ظهر فيها عجز الكثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى عجز الكثير من الناس بسبب هذا البلاء الذي أصاب البشرية، ألا وهو وباء كورونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا في أقرب الأجال. ثم كذلك التسامح. أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا إلى هذا الخلق الكريم، خلق التسامح، وهذا السلوك الرفيع، سلوك السماحة. علينا أن نتسامح، نسامح من أخطأ في حقنا واعتذر، ونعفو عمن ظلمنا وأساء إلينا. وهذا هو المسلم الحقيقي، وهذا هو المؤمن الحقيقي، وهذا هو الصائم الحقيقي. فليعفوا وليصفحوا. فالعفو والمغفرة من صفات الله تعالى. ولولا عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته علينا لكنا من الخاسرين والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم كذلك من أخلاق الصائم المسلم هو الصبر. الصبر أيها الأحبة في الله، لا يستطيع المسلم أن يتخلق بما ذكرناه من الأخلاق التي سبقت ومن الأخلاق الفاضلة التي ذكرناها إلا إذا تمسك بخلق الصبر. وسلوك الصبر يتجلى في أمور: الصبر على فعل الطاعة، والصبر على ترك المعصية، والصبر على تحمل الأذى وضبط النفس. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من هذه الأخلاق التي ذكرناها علينا أن نفتح من أول رمضان أو قبل رمضان، علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعقد العزم على الصيام الصحيح، على الصيام الصحيح، حتى يكتبنا الله سبحانه وتعالى في زمرة المتقين، كما قال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين،
وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويرحمنا ويرحم والدينا ومن له فضل علينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.